بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافت علينا بالحق وانت خير الفاتحين اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اداره الاسلام للاجتماع الديني اداره متميزه وناجعه وناجحه الى حد ومدى بعيدين جدا لكن من اسف بعض العلماء والمشائخ في كل وقت وفي وقتنا هذا بالذات الذي يتطلب قدرا اكبر من المرونه الفقهيه وقدرا اكبر من الحرص على التعايش وملاينه ومحاسنه غير المسلمين الذين يشركوننا في اوطاننا وفي بلادنا لهم الحق فيها كما لنا على قدم سواء خاصه انهم كانوا سكانها وقطانها وابناءها من قديم ليسوا طارئين عليها ولا غاصبين لها لكن اخواني واخواتي يلاحظ من بعض العلماء والدعاه انهم يجنحون او يميلون الى تبني الاراء المتطرفه او المتشدده التي تعمل على توتير الاوضاع وتشنج العلاقات بين المسلمين وبين اخوانهم في الوطن. قرات عن احد العلماء الافاضل انتقل الى رحمه الله تبارك وتعالى سئل مره لم لا تزور الشخصية الدينية الفلانية من دين آخر وهو الدين المسيحي أو النصراني فأجاب العالم رحمة الله تعالى عليه بقوله يا أخي لا أستطيع أن أقعد مع يعني أجلس أن أقعد مع من يقول إن عيسى هو ربه منطق غريب كما يبدو لكم إخواني وأخواتي لأن الرسول نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام قد جلس مع هؤلاء جلس مع النصارى وليس مجرد مجلس لساعة أو ساعتين بل استقبلهم في المشهور عليه الصلاة وأفضل السلام في مسجده الشريف في المدينة المنورة وباتوا فيه أكلوا وشربوا وباتوا واستقبلوا قبلتهم في أوقات صلواتهم النبي لم يجد أدنى حريجة أدنى حرج أو تحسس من هذا الوضع ثم كتب لهم والحديث كما تعلمون عن وفد نجران عن وفد نصارى نجران ثم كتب لهم عليه الصلاة وأفضل السلام بعد ذلك الكتاب المعروف المشهور وقصة هذا الوفد تجدونها مفصلة في كتب التفسير لدى تفسير الآيات الأولى من سورة آل عمران أول سبعين أو أول تسعين آية في قول فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام السلام لم يتحرج من هذا الوضع لم يتحرج منه عالم من علماء هذه الأمة أيضاً إخواني وأخواتي مما يجري هذا المجرى منادات بعض الدعاة والعلماء بوجوب وضرورة إعادة ضرب الجزية على غير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين في ديارهم وأوطانهم وهو مطلب غريب جداً مطلب غريب جدا. آمل أو آمل أن أتمكن إن شاء الله من أن أخصه بالكلام في حلقة بحيالها، في حلقة يعني أقف الكلام فيها على هذا الموضوع الحساس الحرج، لأن بعض الناس يظن أن موضوع الجزية هو موضوع قطعي دائم لا يتخلف، ينبغي أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا غير صحيح. حتى تصرفات الصحابه تؤكد عدم صحه هذا الفهم، لكن ان شاء الله نرجع الكلام في هذا الموضوع الى حلقه مستقله. بعضهم ايضا يصرح بان غير المسلمين ليس لهم الحق في خدمه الجيش، خدمه العلم، الالتحاق بالجيش لانهم لا يؤمنون لانهم لا يؤمنون على هذا. طبعا الذي يلتزم القول بوجوب ضرب الجزيه او اعاده ضرب الجزيه عليهم بلا شك يستنبط او يستخرج او يبني على هذا انه ليس لهم الحق او ليس مطلوبا منهم ان يخدموا العلم او يلتحقوا بالجيش، يكفي ان ناخذ منهم الجزيه والله يحب المحسنين. هذا شيء غريب جدا ايضا. مع اننا وجدنا في القرن المنصرم العشرين شيخ الاسلام مفتي مصر العلامه الفقيه الاصولي النظار محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى عليه يجوز لغير المسلم ان تسند اليه الرئاسه رئاسه الدوله يمكن ان يكون رئيس الدوله في راي مفتي مصر العلامه الكبير معروف محمد بخيت المطيعي مش محمد نجيب المطيعي محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى عليه جوز ان تسند هذه المهمه الاعلى على الاطلاق من مهام الدوله الى غير المسلم وبعض هؤلاء يقول لك لا يصح ولا يسوغ حتى ان يخدموا في الجيش في الجيش الذي غالبيته طبعا من المسلمين اراء غريبه وعجيبه كما قلت تعمل على توتير الاوضاع وتشنج المواقف ولا تخدم في النهايه الوطن ولا تخدم التعايش ولا تخدم استقلال بلادنا لذلك لا بد أن يقال فيها وأن يعاد فيها النظر بجراءة وبشجاعة وبمرونة وتفتح إخواني وأخواتي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يبدو لي والله تبارك وتعالى أعلم أن بعض هؤلاء العلماء الأفاضل يستصحبون على الدوام الظروف والأجواء العسكرية التي أملت بعض الاحكام التي املت وقضت ببعض الاحكام، لكن هذه الاحكام المملاه وهذه الاحكام المقضيه انما جاءت لتستجيب لظروف تحد يا اخواني كان يعني يكتنف الامه ويهدد ربما وجودها ظروف تحد عسكري ظروف تحد عسكري والا اذا استثنينا هذه الظروف وهذه الاجواء فالقران ملان بالايات التي تحث على حسن المعامله وعلى قبول الاخر وعلى المعايشه السليمه مثل قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الايه من سوره الممتحنه واضح جدا أن الله فتح لنا بابا واسعا لاحسان المعامله والتواصل الودود الرحيم الاخلاقي العالي مع سائر غير المسلمين بغض النظر بصرف النظر عن اديانهم وعقائدهم ما كفوا عنا وسالمونا ما كفوا عنا بما انهم كافون عنا يسالموننا، هم في الحقيقة ليسوا كافين عنا ومسالمين، هم إخواننا وشركاؤنا في الوطن ويحرصون على الوطن واستقلاله وسلامته وأمنه وتقدمه وسعادته. مثلنا سواء بسواء. لا نستطيع أن نشكك في هذا. لسنا مهجوسين أيها الإخوة ولا موسوسين لكي نشكك في كل غير مسلم. طبعاً والمسلم لا يحتكر الوطنية أو القومية أو الشرف أبداً. في المسلمين كغيرهم أيضاً. أكثرهم طبعا بلا شك أكثر الشعوب أكثر الناس مخلصون لأوطانهم محبون لها والأقل هم الذين والعياذ بالله يتورطون في خيانتها والممالأة عليها والاعتمار بها الأقل الأقل وبغض النظر عن أديانهم هذه شريحة نحيفة جدا وقليلة ولا تتوقف على دين أو عقيدة لا تتوقف على دين أو عقيدة إذا أحببنا أن نكون حتى صرحاء أمناء مع ضمائرنا تجد من بين الملاحده واللادينيين من هو صادق تماما واصدق من بعض المتدينين بغض النظر عن ماهية الدين كان اسلاما او نصرانيه او غير ذلك تجد هذا الملحد او هذا اللاديني اكثر صدقا في حب وطنه والانتماء اليه من هذا المتدين ممكن هذه حاله موجوده مش دائما طبعا هذه ليست قاعده لكن هذا موجود ايضا هذه مسائل لا تتوقف على موضوع الاعتقاد والدين هذه مسائل تنتمي إلى مقولات أخرى تنتمي إلى مقولات وحقول أخرى المفروض طبعا أن الدين يا إخواني والتربية الدينية السليمة القويمة تعزز هذه المشاعر الدين لا يمكن إلا أن يؤكد ويعزز ويعمل في اتجاه دفع المشاعر والقيم النبيلة الراقية وهذه من أنبل القيم ومن أعلى وأشرف المشاعر مشاعر الإنسان نحو وطنه حرصه على استقلال الوطن وعلى امان الوطن. ومن هذا الحرص يا اخواني، الوطن لا يمكن ان يستقل بشكل جيد، ولا يمكن ان يأمن إلا بأن يأمن قاطنوه، ساكنوه، المواطنون فيه. وهم لا يأمنون إذا حرّش بعضهم ببعض. أو تحرّش بعضهم ببعض. ودُفِع بعضهم إلى معاداة بعض، من طرف خفي ومن طرف غير خفي. هذا لا يجوز. على كل حال من المسائل الحساسة والحرجة والتي لم يحسن فيها القول بطريقة تنهي فيها النزاع وتشقيق الكلام وكثرة القيل والقال مسألة حق غير المسلمين في اتخاذ معابد لهم في ترميم معابدهم تجديدها وتحسينها وفي أيضا إنشاء وابتناء معابد جديدة لهم هذه المسألة للأسف الشديد لا تزال إلى يومنا هذا محل نزاع يتنازع فيها العلماء قبل أسابيع يسيرة حدثني رجل نابه من رجال الفكر والعلم حدثني عن حوار جرى بينه وبين رجل عالم أيضا آخر قال فصدمت وكنت أظنه متفتحا صدمت به يتبنى الرأي السائد الشائع الذي يقضي بأنه لا يحق لغير المسلمين في بلاد المسلمين أن يبنوا معابد جديدة لهم وما قدم وتداعى أيها الإخوة واقترب من السقوط أو آل إلى السقوط من معابدهم لا يجوز لهم أيضا تجديده ولا ترميمه قال فأسقط في يدي مش معقول قال فحاولت أن أناقشه لكن الرجل متصلب على رأيه مصمم عليه يقول هذه قضيه لم يختلف فيها العلماء قلت له في الحقيقه يبدو انه يعني غير مطلع بدقه على اقوال العلماء العلماء لهم اقوال نعم في الجمله للاسف اقوال مشدده ليست مرنه وايضا لا تستند الى ادله صحيحه للاسف الشديد كما سنرى هذا تقريبا هو موضوع حلقتنا هذه باذن الله تبارك وتعالى قلت له العلماء لهم اراء كثيره في هذا الموضوع ولهم تشعيبات وتشقيقات وتفصيلات صاحبك يبدو أنه غير مطلع عليها ذكر شيئا واحدا وعممه على كل الحالات على أنه صالح لكل الحالات وليس كذلك المسألة ليست كذلك حتى لا نطول أحب أيها الإخوة وربما يكون هذا الجزء مملا قليلا في المحاضرة لكن للتوثيق العلمي لمن يحب أن يعود وليس لديه الصبر على استشارة الكتب وربما لا يعرف غير متخصص ربما لا يعرف كيف يعود إلى المضان وكيف يصل الى الاراء ويستخلصها ثم يصنفها التصنيف العلمي اللائق فالحلقه تتكفل بهذا ان شاء الله بقدر الامكان على جهه الايجاز دون ذكر طبعا المصادر او التوثيقات لكن نعزو كل قول الى القائل به من المذاهب المشهوره المتبوعه علماء المذاهب الساده العلماء والفقهاء ميزوا احبتي في الله اخواني واخواتي بين الامصار وبين القرى مبدئيا هناك امصار ومعنى امصار يعني مدن كبيره او صغيره تسمى الامصار فالقاهره مصر مثلا وبغداد وقرطبه واشبيليه والبصره والكوفه وواسط ودمشق هذه كله امصار وهناك القرى وهناك القرى التي ليست بامصار فاعطوا القرى او تعاملوا وتعاطوا مع القرى بطريقه وتعاملوا مع الأمصار بطريقة مختلفة إلى حد ما هذا أول شيء ثم إنهم بعد ذلك قصدوا إلى تقسيم الأمصار إلى ثلاثة أقسام قسموا وصنفوا الأمصار إلى ثلاثة أقسام أمصار مصرها المسلمون ومعنى مصرها المسلمون أي اختطوها أصالة لم تكن موجودة لم تكن موجودة وإنما هم الذين اختطوه يعني الكوفة والبصرة مثلا هذه من اختطاط المسلمين بغداد أبو جعفر المنصور مدينة السلام لم تكن موجودة هم الذين اختطوا هذه المدينة ودعوها في البداية بمدينة السلام واسط أيضا آه. واسط هذه من أمصار المسلمين على كل حال الأمصار كثيرة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يلقب أبا المدن لقبوه بأبي المدن في الإسلام بأبي المدن في الإسلام، لأنه كان مسؤولا عن اختطاط سبعة مدن، أو سبع عفوا، سبع مدن جديدة. أما المدن التي اختطها المسلمون في فترة ازدهار حضارتهم، فيقال إنها تزيد على السبعين مدينة. ولذلك بحق المؤرخ الإنجليزي الكبير هربرت ويلز، المعروف بـ اتش ويلز، قال: كان المسلمون إذا دخلوا بلدة أو فتحوا بلدا لا تسير فيها المدنيه تتوقف لا وانما تقفز فيها قفزا وتعدو عدوا تدخلها المدنيه بشكل سريع جدا فالمسلمون كانوا اخواني واخواتي معمرين لم يكونوا مخربين لم يكونوا مخربين وانما كانوا فعلا معمرين بدليل انهم اختطوا هذه المدن الكثيره جدا وجعلوها مراكز للعلم والتمدين للعلم والتمدين والإشعاع الحضاري والإشعاع الحضاري حتى قصدت من جميع أطراف وجنبات الأرض يطلب فيها العلم والنور يطلب فيها العلم والنور على كل حال إذن أمصار مصرها المسلمون مثل بغداد قبل ذلك البصرة والكوفة وواسط أمصار افتتحها المسلمون عنوة ومعنى الفتح عنوة أي بالقوة بقوة الجحافل قوة القتال بالسيف هذه لها حكم لها معالجه مختلفه وأمصار فتحها المسلمون صلحا فتحها المسلمون صلحا إذا ثلاثة أمصار لدينا كل مصر لهم كلام خاص ثم بعد ذلك يتكلمون في القرى التي ليست بأمصار وبعضهم أثر أيضا التفصيل كما ستسمعون بعيد قليل إذا نأتي إلى القسم الأول قالوا الامصار التي مصرها المسلمون، يعني بلاد هم انشأوها، هم اوجدوها، لم تكن موجوده. اتفقت كلمه العلماء على انه لا يجوز لغير المسلمين احداث معبد او معابد لهم فيها. هذه المسأله لم يختلفوا فيها تقريبا، المذاهب الاربعه على الاقل المتبوعه، قالوا لا يجوز الا المذهب الزيدي. المذهب الزيدي معمول به الان في اليمن كما تعلمون. الذي ينتسب الى الامام الجليل. زيد بن علي عليهما السلام، زيد بن علي زين العابدين طبعا، مش علي بن ابي طالب عليهم السلام اجمعين يعمل به في اليمن كما تعرفون وهو مذهب وسيع ومذهب ذكي ومذهب معتدل. المذهب الزيدي اخواني واخواتي شكل استثناء اذ ذهب الساده الزيديه الى جواز الى جواز ان يحدث غير المسلمين معابد لهم في الأمصار التي مصرها المسلمون لكن بشرط أن يأذن لهم الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك يعني لم يسدوا الباب بالكامل تركوه مفتوحا تركوه مواربا قول المسألة تتوقف على إذن الإمام إذا أذن الإمام ووافق أهلا وسهلا يا حي أهلا يستطيعون عندها أن ينشئوا وأن يبتنوا معابد جديدة لهم كثير من المعاصرين نحى منح الزيدية نحى منح الزيدية طبعا يعني العلماء ليس لديهم ربما الشجاعة أو الإرادة لا يريدون أن يخالفوا المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الستة وأن يرجحوا رأيا يخالف ما اتفقت عليه المذاهب يخافون من هذا ويخافون إيه؟ من التفرد مع أننا لو نظرنا في أدلة المذاهب ليس هناك دليل واحد صحيح نريد دليلا نريد آية من كتاب الله طب ما في ايه، طب حديث نريد حديثا واحدا صحيحا على الاقل يمنع، ليس هناك ما يمنع. يعني لم يصح عن رسول الله كما ستسمعون ان شاء الله بعيد قليل، فيمكن ان نخالف حتى هذه المذاهب وان ناخذ بظاهر القران الكريم الذي يساعد الذي يساعد على ترجيح الراي القائل بجواز ان ينشئوا معابدهم. كيف نقرهم على اديانهم ثم لا نسمح لهم ان يبتنوا معابد يتعبدون فيها؟ في نوع من التناقض هنا. يعني الإسلام أقرهم على أديانهم ومنعنا من أن نكرههم على ديننا فكيف بعد ذلك يمنعهم ولا يأذن لهم في أن يبتنوا وأن ينشئوا دور عباد يتعبدون فيها يعني مش معقول كلام يعني لا يدخل العقل كما نقول على كل حال هذا هو القول الأول في الأمصار التي مصرها المسلمون أما ما فتحه المسلمون عنوة أي بالقوة كما قلنا لكم نفس الشيء قالوا ما فتح عنوه فلا يجوز لهم ان يبتنوا فيه معابد لهم معابد جديده انتبهوا اتفقوا على هذا ايضا لكن اختلفوا في مساله ثانيه في مساله ثانيه مختلفه وهي ما وجد في هذه الامصار التي فتحها المسلمون عنوه موجوده من اول وفتحوها بالقوه طيب فيها دور عباده سواء مصليات اليهود سواء ادير وكنائس للنصارى بيوت للنار للمجوس الى غير ذلك موجوده قبل الفتح الاسلامي قبل ان يفتح المسلمون بالقوه هذه البلاد ما حكم هذه المعابد هل يجب ان نهدمها ام نتركها هو هذا يعني هل يؤذن لهم في ان يتعبدوا فيها ولذلك لا يسمح لنا ان نهدمها ام يعني يجب ان نهدمها هنا الساده المالكيه وهذا وجه عند السادة الحنابلة قالوا لا يجب هدمه لا يجب هدمه تترك كما هي تترك كما هي لكن وجه آخر عند الحنابلة وهو الأصح في المذهب الشافعي يجب هدمها أيضا شيء غريب هذا أخوان متشددة جدا فيها نوع من التشدد البادي أو الظاهر طيب ماذا قال السادة الحنفية أتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة فأما الحنفية فقالوا لا يجب هدمها بل تترك بين أيدي أصحابها لكن لم يكتفوا بهذا يا ليتهم اكتفوا بهذا زهدوا زيادة عجيبة قالوا لا يجب هدمها وتترك بين أيدي أصحابها لكن على ألا يتخذوها معابدا ها إيش يتخذوها؟ ما يدور عبادة قال لا تكون كالمساكن لهم يسكنون فيها يمارسون فيها مناشط حياتية عادية لكن دور عبادة لا يسمح لهم أن يتعبدوا غريب واضح يا اخواني، الآن لو وقفنا مع جملة الأقوال هنا جملة الأقوال هنا باستثناء المالكية ووجه عند الحنابلة أن هذا المنطق أن هذا الفقه هو فقه يعكس نشوة الانتصار، نشوة القوة، يعني هذه بلادكم نحن افتتحناها وكسرناكم فيها بالقوة، بقوة السيف، لن نعطيكم حق أن تتعبدوا فيها بأديانكم، شيء غريب، لماذا؟ ايش علاقة هذا بهذا؟ هذا المنطق الكامن، المنطق الثاوي خلف هذه الآراء الفقهية هو هذا. هذا ما يبدو لنا يعني، هذا ما يبدو لنا. مع أن الله تبارك وتعالى حكى العكس تماما يا إخواني. سوف أذكر هذا في آخر هذه الحلقة. الله حكى العكس تماما. وجعل من مهام المؤمنين من مهام المسلمين أن يقاتلوا يعني يقاتلوا وتراق دماؤهم وربما تزهق أنفسهم يستشهدون ومن ضمن المقاصد لهذا القتال وهذا الجهاد الكريم تعرفون ماذا؟ أن يدافع عن بيوت العبادة لغير المسلمين في جهاد وقتال هذا هو الإسلام هذا هو القرآن لذلك حقيقة أحيانا ولنقولها واضحة جهيرة يلمس الإنسان تفاوتا بعيدا بين اتجاه القرآن وبين اتجاه الفقهاء أو بعض الفقهاء هو يسير في جهة وهم يسيرون في جهة أحيانا مخالفة تماماً سرت مشرقا وسارت مغربه شتان بين مشرق ومغربي. واضح انه في تعارض لكن هذا منطق السلطه، منطق الهيمنه، منطق امبراطوري. نحن كنا الاقوى ونحن الذين ظفرنا وكسبنا المعركه، اذا لا شيء لكم. يجب حتى هدم المعابد القديمه. اللي احنا في رحلة لا, لا يجب الهدم ولكن يتخذونها مساكن. ممنوع ان يتخذوها معابد لهم، شيء غريب. طيب بقي الان ما فتحه المسلمون صلحا بلاد كانت لغير المسلمين حاصرها المسلمون ثم صالحوا اهلها عليها، صالحوا اهلها عليها، فهنا ايضا لدينا تفصيل مهم على ماذا وقع الصلح؟ قد يكون الصلح وقع يا اخواني على ان الارض لهم تبقى الارض لهم لكن مقابل ماذا؟ مقابل جزيه تدفع على هذه الارض جزيه الارض تسمى ماذا بالخراج جزيه الرؤوس او ضريبه الرؤوس التي يدفعها الافراد الذكور والاناث آه. هذه الجزيه تسمى ماذا آه. طبعا في الحقيقه لا الجزيه يدفعها القادر على حمل السلاح عفوا يعني الجزيه يدفعها القادر على حمل السلاح فالمفروض ان الصغار لا يدفعون جزيه ولا النساء ولا الشيوخ والعجزه الكبار وهذا يؤكد انها بدل عسكريه آه. كان لابد ان نصح نفسي على كل حال جزية الرؤوس تسمى جزية، وأما الجزية المضروبة على الأرض لا تسمى في المصطلح، ممكن طبعًا أن تسمى جزية، وسماها بعضهم جزية، هي جزية الأرض، هي جزية الأرض، لكن بعد ذلك جرى الاصطلاح على أن تسمى بالخراج، على أن تسمى بالخراج، فيمكن أن يكون وقع الصلح حين فتحت هذه الأرض صلحًا وليس حربا بالسيف وبالقوة، على أن الأرض تبقى لهم ويدفعون خراجها، ويدفعون خراجها. إذا خرجنا لنا والأرض لهم. في هذه الحالة يمكن يا إخواني أن يحدثوا فيها ما يحتاجون إليه من دور العبادة. لأن الأرض لهم في منطقنا يعني أساس، أن الأرض لهم. بما أنها لهم إذا يمكن أن يبتنوا فيها ما تمس حاجتهم إليه من دور عبادتهم. في حالة أخرى ممكن أن يكون وقع الصلح على العكس، أن الأرض لنا يا إخواني. أن الأرض لنا وليست لهم. لكن أيضاً حتى وهي لنا ممكن أن نبقيها يزرعونها ويدفعون أيضا إيه ضريبة فهنا اختلف الوضع اختلف الوضع كيف ما الحكم إذن إذا كانت الأرض لنا وليست لهم هل يجوز لهم أن يبنوا فيها معابد أم لا يجوز هذا ما سنجيب عنه بحول الله تبارك وتعالى ومنه ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا بارك الله فيكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني واخواتي من جديد. وقفنا عند مساله اذا وقع الصلح اذا وقع الصلح على ان الارض على ان الارض للمسلمين ليس ليست لاهل الارض الاصليين والجزيه عليهم، في هذه الحاله ماذا؟ قال الساده الفقهاء مساله بناء المعابد بحسب ما وقع عليه الصلح. ان شرط لهم الامام أن لهم أن يبنوا معابدهم فلهم وإن شرط عليهم ألا يبنوا فليس لهم أن يبنوا إذن وفق ما يقع عليه الصلح وفق ما يقع عليه الصلح في أي حالة؟ في حالة إذا كان الصلح وقع على أن الأرض للمسلمين والجزية عليهم طيب هناك حالة ثالثة أيضا في الأرض التي فتحت أو الأمصار يعني التي فتحت صلحا وهي حالة أنها فتحت سلطة صلحا مطلقا وقع الصلح عليها بالمطلق ما مع بالمطلق غير مقيد لم يذكر في وثيقه الصلح ان الارض لهم مثلا او الارض لنا لم يذكر هذا سكت عن هذه المساله ايش الحكم في هذه الحاله ايش الحكم في هذه الحاله الجماهير جماهير الفقهاء باستثناء المالكيه قالوا ليس لهم ان يبنوا معابد جديده فيها ليس لهم ان يبنوا معابد جديده فيها المالكيه خالفوا قالوا هذه البلد التي فتحت صلحا والصلح مطلق والصلح مطلق غير مقيد بكون الارض لنا او لهم اذا كان من فيها ليس من المسلمين او غالبيه يعني ليس في احد من المسلمين كله على دين اخر فيجوز لهم في هذه الحاله فيجوز لهم في هذه الحاله ان يحدثوا معابد ان يحدثوا معابد اما ما وجد من معابد قديمه فيها ما وجد فيها من معابد قديمه التي فتحت بالصلح المطلق فالجمهور على أنها تبقى لا يجب هدمها آه. للأسف السادة الشافعية قالوا وحتى هذه آه يُمنع من إبقائها معابد عجيب كأنهم قالوا يجب هدمها أو, أو أقل من ذلك تبقى ولكن لا يُتعبد فيها تُتَّخذ أي شيء آخر تُتَّخذ لأي وظيفة أخرى هذا رأي الشافعية تشدد في هذه المسألة طيب الآن قبل أن ننتقل إلى مسألة القرى فرغنا من مسألة الأمصار التي مصرها المسلمون التي فتحوها عنوة التي فتحوها صلحا وفيها ثلاث إيه؟ ثلاثة تفريعات لكن ما الفرق بين الأمصار التي فتحت عنوة والتي فتحت صلحا أنتم شفتوا من الأشد الأشد أن تفتح عنوة تشدد الفقهاء قال لا يجوز لهم أن يحدثوا فيها أي معبد خلاص انتهى لأن الفقهاء رأوا ان التي فتحت عنوه صارت ملكا للمسلمين قالوا هذه ارضنا وبلادنا فلا نسمح لهم ان يحدثوا فيها معبدا لهم اما التي فتحت صلحا وبلا شك فتح اي بلد صلحا يجنب المسلمين مزيد سقوط شهداء وضحايا هذه اسهل بكثير وافضل للمسلمين تفتح دون أي ان نواصل القتال او نستمر في القتال هذه الحالة طبعا أقل إيه من حالة ما فتح عنوة أو قوة فكأن ملك المسلمين منقوص لها فكأن ملك المسلمين منقوص إيه لها فتكون بحسب ما وقع من وجوه الصلح هل الأرض لهم هل الأرض لنا أو هو صلح مطلق أو هو صلح مطلق فنأتي الآن إلى القرى يا أخواني انتهينا من المدن والأمصار يعني نأتي إلى القرى نأتي إلى القرى الجمهور على أنه يجوز لهم لغير المسلمين أن يحدثوا ما شاءوا من المعابد في قراهم إلا الشافعية مرة أخرى أتوا وتشددوا وقالوا حتى في القرى حتى في القرى التي فتحها المسلمون يعني لا يجوز لهم أن يحدثوا فيها معابد أن يحدثوا فيها معابد لهم السادة الحنفية اختلفوا فالعلاء الكساني رحمة الله تعالى عليه <applause> قال لا يمنعون من إحداثها لا يمنعون من إحداثها شمس الأئمة السرخسي صاحب المبسوط قال بشرط قال بشرط لا يمنعون من إحداث دور عبادة في القرى بشرط أن يكونوا هم الأكثر تكون يكون المسلمون أقلية والأكثر من أهل إيه؟ الذمة فيجوز واضح؟ نعم إذا إذا كان أكثر سكانها ذميين فيجوز لهم ان يحدثوا، اما اذا كان الاكثر مسلمون فلا يجوز لهم ان يحدثوا هذا حتى لو كان قريه، حتى لو كان قريه. وصححه العلامه محمد الامين ابن عابدين صاحب الحاشيه المشهوره الشيخ الجليل رحمه الله تعالى عليه، قال هذا هو الصحيح في المذهب. اذا فرغنا الان من استعراض الاقوال في هذه المساله، واضح انها اقوال كثيره وتفريعات وتفصيلات وتقسيمات قصه. قصة طويلة لكن ما الأدلة؟ هل هناك أدلة على هذه التقسيمات والتفصيلات والأحكام والتفريقات؟ ما في أدلة، ما في أدلة على المسألة أصلا يا إخواني كيف ما في أدلة؟ والعلماء لهم كتب ورسائل وجمعوا فيها الأحاديث والأخبار والآثار كله ضعيف كله ضعيف العلماء يقولون ثبّت العرش ثم انقش، ثبّت العرش ثم انقش لابد في البداية أن نؤسس على أساس قوي الأساس القوي هو الأدلة النصية قال الله قال رسول الله ليس بين أيدينا دليل يشهد إلى شيء مما ذهبوا إليه في هذه التقسيمات والتفريعات والأحكام المختلفة التي بنوها وفرعوها على تقسيماتهم وتفريقاتهم طبعا كما قلت لكم وذكرت الآن للتو هناك أحاديث هناك أخبار يعني وهناك آثار عن الصحابة لكن هذه الأخبار في الجملة قسمان قسم منها صريح صريح بماذا؟ صريح بالمنع أنه لا يجوز وممنوع ولا يحدث ولا يبنو ولكنها ضعيفة المضمون يعني واضح أنها تمنع لكن هل هي أحاديث صحيحة هل صححها العلماء هل ثبتت عن رسول الله لا ولا حديث واحد منها صح عن رسول الله حتى نستند إليه والقسم الاخر العكس قسم صحيح احاديث صحيحه لكنها ليست في موضع النزاع لا تتحدث عن موضوعنا تتحدث عن شيء اخص منه كثيرا اذا قسم اخر احاديث صحيحه غير صريحه والقسم الاول احاديث صريحه لكنها غير صحيحه وبهذا يعني يجد الفقيه نفسه يعني في ساحه وسيعه يمكن ان يتخير من الراي ومن وجوه الراي في هذه المساله ما يتفق مع الاتجاه العام للاسلام ومع الروح السائد الشائع المبثوث في كتاب الله تبارك وتعالى وهو روح التسامح وروح نفي الاكراه وروح تاكيد حريات الضمير والاعتقاد والعباده للمسلمين وغير المسلمين هذا هو الروح السائد في كتاب الله تبارك وتعالى فيجد الفقيه نفسه عنده مندوحة وهو في سعى بإذن الله تبارك وتعالى أن ينزع هذا المنزع دون تحرج دون تحرج أو تأثم لا يشعر لا بحرج ولا بإثم كأنه خالف الله وخالف رسول الله فأريد أن يعني أقص عليكم أو أذكر لكم بعض هذه الأخبار والآثار التي رووها وذكروها في كتبهم واحتجوا بها في المسألة وليس فيها موضع للاحتجاج ليست تصلح للاحتجاج ليست تصلح للاحتجاج منها الحديث الذي رواه أبو الشيخ ابن حبان يعني أبو حاتم ابن حبان صاحب الصحيح وفي أبو الشيخ هذا مختلف أبو الشيخ ابن حبان عن أنس مرفوعا يعني قال عليه الصلاة وأفضل السلام اهدموا الصوامع واهدموا البيع اهدموا الصوامع واهدموا البيع الإمام تقي الدين علي ابن عبد الكافي أبو الحسن السبكي رحمة الله تعالى عليه هذا الإمام الجليل يقال بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي الشافعي في وقته رحمة الله تعالى عنده رسالة رسالة في ترميم الكنائس رسالة في ترميم الكنائس من أحب أن يقف عليها يمكن أن يعود إليها في مجموع فتاوى فتاوى طبعت في مجلدين طبعت في مجلدين ومشتمل أو مشتمل هذه الفتاوى على هذه الرسالة في ترميم الكنائس قال هذا الخبر ضعيف ثم بيّن وجه الضعف فيه خبر ضعيف من جهة الإسناد لا يصح ولو صح النبي يقول اهدموا الصوامع وهدموا البيع يقول الإمام التقية السبكي لو صح هذا الخبر لكان حجة في ماذا؟ حجة ليس في التفريق بين ما بني قبل الفتح وما بني بعد الفتح وما ابدا ابدا وانما لكان ايها الاخوه حجه في هدمها كلها ما بني قبل وما بني بعد خلاص يمنع تماما ممنوع لا يبقى لا تبقى او لا يبقى لا تبقى دار عباده لغير المسلمين في في ارض فيها المسلمون فتحها المسلمون يعني لهم سلطه عليها لكن بحمد الله الحديث غير صحيح وطبعا كما قلنا قبيل قليل مخالف لاتجاه الاسلام العام مخالف لروح القران قولا واحدا كما سيبدو لكم ان شاء الله في اخر الحلقه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاه وافضل السلام لا تحدثوا كنيسه في الاسلام. طبعا غريب حتى الصياغه لا تحدثوا يعني المسلم لا يحدث كنيسه، الكنيسه يبنيها ايه؟ النصراني مثلا. قال لك لا هذا مجاز المقصود لا تسمحوا باحداث كنيسه، ممكن لا تسمحوا باحداث كنيسه فخاطب المسلمين كانه يقول لهم امنعوا غير المسلمين امنعوا النصارى أن يحدثوا كنائس في الإسلام لا تحدثوا كنيسة في الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها يعني مفصل تفصيل هذا يعني الذي قال هذا الخبر أو وضعه أو نسبه رسول الله سبحان الله فصله على قد يعني على قدر على قد الغرض هيك المطلوب ممنوع أن تبتنى كنائس جديدة والذي يرث ويقول بحكم الزمن والتقادم أيها الإخوة الى السقوط ويتداعى مفروض الا يجدد لابد ان نتركه حتى ايه ينهدم يعني شو التأليف هذا واضح انه مؤلف هذا مؤلف بطريقه ايه يعني كما قلنا تخدم الاغراض آه. هذا الحديث ايضا رواه ابو الشيخ ابن حبان على كل حال ابو الشيخ صاحب كتاب العظمه عموما وعنده كتب اخرى في الترغيب والترهيب ليس من مظان الصحيح كتبه عموما مثل يعني الفردوس وتاريخ ابن عساكر ليست من مظان الصحيح ولا من مظن الاحاديث المقبوله. عامة ما فيها ضعيف، عامة ما فيها حديث ضعيفة. ومن طريقه بسنده روى الامام التقي السبكي في الرسالة المنوه بها قبيل قليل. وتكلم السبكي على اسناده وان تصحيفا معينا في اسم احد الرواة ابن بشار هذا عبيد بن بشار وقع فيه ثم نقل بعد ذلك عن الإمام ابن عدي كتاب ابن عدي مطبوع موجود في الكامل الكامل في الضعفاء آه. الإمام ابن عدي الجرجاني ذكر هذا الحديث ووسمه بالضعف ووسمه بالضعف قال فيه سعيد ابن سنان ضعفه الأكثرون ضعفه الأكثرون آه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الدينمي في مسند الفردوس وأبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق وكما قلت لكم ليس من مظان الأحاديث المقبولة هناك أثر ثالث أو خبر بالحقيقة ثالث عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يروي ابن عباس ماذا يقول الرسول لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة لا خصاء في الإسلام إيه ما معنى لا خصاء المقصود هنا خصاء الرجال مش خصاء البهائم وكذا خصاء الرجال لأن الذين كانوا يترهبنون كانوا يختصون كانوا يختصون النبي نهى عن الاختصاء في الإسلام لأنه لا رهبانية في الإسلام لا رهبانية في الإسلام لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة. هذا أخرجه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال في الأموال. كما أخرجه أيضا الإمام ابن عدي الجرجاني في الكامل في الضعفاء في الكامل وأعله بالرجل ذاتي سعيد بن سنان المذكور في الحديث الذي قبله وقال سعيد بن سنان هذا ضعفه أحمد وابن معين ضعفه أحمد وابن معين وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ عامة ما يرويه غير محفوظ اذا فالحديث ضعيف ممن ضعفه ايضا الامام ابو بكر البيهقي رحمه الله تعالى عليه في السنن الكبرى رواه وضعفه يعلم انه خبر ضعيف وممن ضعفه الامام الجليل ابو الحسن ابن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والايهام واعله بعلل وقال فيه من الضعفاء غير سعيد ابن سنان محمد ابن جامع أبو عبد الله العطار وسعيد ابن عبد الجبار وهو متروك فالحديث واضح أنه لا يصح بأي طريق أيها الإخوة ولا بأي سبيل هناك أيضا حديث آخر عن ابن عباس قال قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا تكون قبلتان في بلد واحد هذا الحديث رواه أبو داود في السنن والإمام الترمذي وسبق إلى تخريجه الإمام أحمد بن حنبل لكن بلفظ لا تصلح قبلتان في بلد واحد لا تصلح قبلة غريب جدا مع أنه في مسجد رسول الله صلى النصارى إلى قبلتهم ولم يصلوا إلى قبلتنا يعني صلح هذا في مسجد رسول الله ولا تصلح قبلتان في بلد واسع كبير من أين محال أن نبي الرحمة قال هذا محال أن الرسول قال هذا الحديث لكن هكذا للأسف أخبار كما قلنا تخدم نزعات معينة نزعات إقصائية ونزعات هيمنية هذا أضرب المسلمين الآن بعض الناس يسمع كلامي هذا ربما يعني يشمئز أو يقشعر بدنه من كيف تقول هذا هذه أحاديث يا أخي أحاديث ضعيفة وبالحري هي مكذوبة أيضا على رسول الله مش بس ضعيفة ومكذوبة هذه أكاذيب وكلام فارغ مخالفة لروح الإسلام هذه أضرت بنا أضرت بخطة القرآن نفسه خطة القرآن ذاتها في إدارة الاجتماع الديني كان يمكن أن تجنبنا الكثير من المشاكل أيها الإخوة هذه الخطة لو أننا إيه سرنا فيها سرنا فيها لكننا تركنا الجادة وتركنا الصراط وأخذنا بهذه الأخبار والآثار وأخرج فلان وذكر فلان وعن فلان وعن هيان ابن بيان واغتررنا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وعجيب أن العلماء إلى اليوم تقريبا يأخذون بهذه الأشياء ويأخذون بالأحكام التي بناها واشتقها الأئمة الفقهاء بناء على هذه الأخبار والآثار دون أن يراجعوا أمرها ودون أن يقول العلماء أنفسهم بيّنوا ضعفها طب فلما نأخذ بها؟ لما لا نأخذ؟ لا الإنسان عموما يا إخواني للأسف الشديد واضح أن الإنسان عموما يعني يبدو أنه كان غير متسامح لا يميل إلى التسامح بطبعه التسامح يحتاج إلى مجهود لابد أن نشيع ثقافة التسامح ونتكلم عن التسامح ونبدأ ونعيد في التسامح واحد يقول آه ما أنت متسامح مع النصارى أنت واضح أنك متسامح عمل لي حلقة كاملة عن بناء الكنائس فتسامح مع بالعكس يا أخي نحن متسامحون مع الدنيا كلها والله وأكثر ما نطلبه من تسامح مع أنفسنا كمسلمين ونحارب الاتجاهات التعصبية والإرهابية والتطرفية والتكفيرية والتبديعية والتشريكية والحصرية أبداً نريد التسامح للجميع لكن اصحاب النظره الضيقه والتعصبيه لا يحبون منطق التسامح يكفرون به يرونه كانه عكس الاسلام يا اخواني مما يوحي بان الاسلام الذي فهموه هو اسلام تعصبي اسلام مغلق اسلام كاره للاخر حتى كاره لنفسه لان المشكله انك لا تجد متعصبا يقتصر او يقف في تعصبه عند حدود التعصب ضد غير المسلمين مستحيل أنا أستطيع أن أحلف على هذه يا أخواني مستحيل المتعصب أنا أقول لكم متعصب ضد الكل إلا إذا من وحيال من حيال من يتطابق معه هكذا كما تطابق الكفان تماما بلا زيادة وبلا نقصان من يتطابق معه تماما هو يرى إيه أنه هذا طيب هذا جيد هذا عائل عال تمام ما في مشكلة أما الذي يختلف معه ولو قيد أنملة قيد أنملة هذه الأنملة بقدر له هكذا، لا هذا يختلف تماما ويبدأ الآن يطل التعصب بقرونه يبدأ يطل التعصب بقرونه، ومن هنا الآن يعني أكثر من يعاني من تعصب بعض المتدينين بعض المسلمين هم المسلمون أنفسهم المسلمون هم أكثر من يعاني وهم ضحايا والله هذا التعصب يا إخواني، نحتاج إلى التسامح، نحتاج إلى أقدار زائدة من التسامح، نحتاج أن نعيد النظر في هذه الثقافة التي جعلتنا نتآكل ولا نتكامل نتفانى ولا ندعو إلى حياة ولا إلى بناء وإنجاز وعمار يا إخواني الله المستعان إن شاء الله الله يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضى إذا هذا الحديث كما قلت لكم خرج أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده لكن بلفظ لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية فغريب <applause> جداً وليس على المسلمين جزيه، واصلا متى كانت على المسلم جزيه؟ اي واضح ان الذي كذب هذا الكذب ووضع هذا الحديث وضعه لكي يرد على طواغيت بني اميه الذين فرضوا الجزيه على من اسلم من اهل الكتاب ومن غير اهل الكتاب. فطبعا قال لك نألف حديث لكي نحارب به هذه النزعه اللعينه هذه، كيف مسلم يدفع جزيه؟ والا ايش؟ ما الذي لز؟ ما الذي اضطر النبي الى ان يقول ليس على المسلمين جزيه، هو المسلم يدفع جزيه. مش معقول، واضح هذه أشياء مكذوبة، أشياء مكذوبة، لكن يعاهجون بها جانباً، أه، ويسيئون بها في جانب آخر. آه. يسيئون إلى أهل الكتاب وإلى أهل الذمة، ويحاولون أن يحسنوا إلى إخوانهم المسلمين يعني، وليس على المسلمين جزية، لكن لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، أه. هذا الحديث قال فيه محقق مسند أحمد بن حنبل، الشيخ المرحوم شعيب الأرناؤوط، قال هذا الحديث ضعيف ضعفه إسناده ضعيف إذا حتى هذا الحديث لا يصح لدينا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا يقول ابن عباس وهذا يكثر دوران هذا الأثر في كتب الفقه تجده هنا وهناك في كتب الفقه آه. أيما مصر فهمت ما معنى المصر الآن آه. مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا هذا هذا حديث نبوي النبي يتحدث بهذه اللغه ولغه تفصيليه ايها الاخوه تقييديه تقييد بحبال ممنوع لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا عجيب وبعد ذلك نجد ائمه مثل الامام ابي محمد بن حزم رحمه الله تعالى عليه يقول لك مسلم اراق لنصراني خمرا كسر له قارورة خمر أو أتلف له مالا محرما في دين المسلم لكنه حلال في دين النصراني كالخنزير ذكر الخنزير قتلت خنزيرا له كسرت له إيه قارورة خمر يجب أن تعوضه عما أتلفت من ماله لأن هذا المال متقوم مال محترم أيها الإخوة في حق هذا النصراني في حقك أنت مال محرم في حقك أنت لكن هذا مال متقوم فإذا أفسدت خمره أو قتلت خنزيره يجب أن تعوضه عنه يجب أن تعوضه عنه هذا مضمون ما المضمون عند ابن حزم وهذا الصحيح هذه سماحة الإسلام لكن ما تقول ليش أيما مصر مصرته العرب لم يجوز فيه للعجم يعني حتى هذا معمول على قد إيه على قد النزعة الشعوبية يعني هم عجم ونحن عرب النبي ما يتكلم بهذا النبي يتكلم بلغة إن أكرمكم عند الله أتقاكم النبي يتكلم بلغة بلال منا أهل البيت وصهيب منا وهكذا سلمان منا أهل البيت سلمان الفارسي ما عنده لغة إيه عرب وعجم المسألة لم لم يعني تصغ هنا حتى صياغة عقدية صيغة صياغة ماذا عرقية تعصب عرقي الآن أيما مصر فتحته العرب طب العرب فيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم مسلمون لا قال لك يقصد بالعرب المسلمين هكذا يقصد العرب المسلمين نزعة عروبية ضد النزعة الشعوبية آه. رواد الشعوبية طبعا وأعلام الشعوبية هم من العاجم فأيما مصر مصرته العرب لم يجوز فيه للعجم أن يتخذوا فيه أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه إرواء الغليل ضعيف نسبوه إلى أحمد في المسند قال لم أره في المسند على كل حال وروى ابو عبيد القاسم بن سلام في الاموال والبيهقي في الكبرى لكن الشيخ الالباني حكم بضعف هذا وحري احري به ان يكون ضعيفا، واضح انه ضعيف، بل واضح انه مكذوب، واضح انه مكذوب. الان ننتقل قبل ان يدركنا الوقت احبتي في الله الى الحديث الصحيح لكنه ليس بالصريح. في حديث صحيح، لكنه ليس صريحا في الغرض، ايش هو الغرض؟ حكم بناء المعابد في البلاد التي فتحها المسلمون سواء فتحوها عنوة أو صلحا أو مصروها هذه مصروها غير فتحوها عاد هذه أمصار مصرها المسلمون قال لك حديث صحيح عن رسول الله ماذا قال؟ قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أخرجوا المشركين من جزيرة العرب حديث في البخاري ومسلم حديث صحيح لا يترك دينان في جزيرة العرب هذا حديث رواه الإمام إيه أحمد في المسند وتقريبا مقبول صحيح لغيره الأول في الصحيحين وهذا في المسند وهو صحيح لغيره لا يترك دينان في جزيرة العرب لكن هذان الحديثان وأمثالهما لهما أمثال نفس المعنى ليس في موضوع النزاع لا يتحدثان عن المسألة المسألة أوسع بكثير من جزيرة العرب نتحدث عن كل الأراضي التي فيها إيه كما قلنا سلطان للمسلمين سلطان آه للمسلمين هذا هو موضع النزاع جزيره العرب وبعدين جزيره العرب مختلف ايضا في تحديدها تطلق على ماذا الامام الشافعي كان من رايه رحمه الله تعالى عليه ان جزيره العرب تعني فقط الحجاز يعني مكه والمدينه واليمامه دون ايه ما سواها كاليمن مثلا قالك لا لا يدخل في الحجاز لا يدخل عفوا إيه في جزيره العرب جزيرة العرب أه مكة والمدينة ايه؟ واليمامة مكة والمدينة واليمامة واعمال اليمامة يعني ما حولها دون ايه؟ أه سائر ما يعرف بانه من جزيرة العرب. طيب فهذا حكم خاص بجزيرة العرب لو اخذنا به، طبعا هذه المسألة حتى تحتاج إلى نقاش وفيها نقاش لكن نترك هذه المسألة الآن الكلام فيما عدا جزيرة العرب. فيما عدا جزيرة العرب، فكيف اتخذتم هذين الخبرين دليلاً وحجه احتججتم بهما في مساله بناء المعابد في ديار الاسلام كلها، شيء غريب جدا، هذا شيء غريب ويعني لا نستوعبه. ولذلك اخواني واخواتي بعض المعاصرين بحمد الله تبارك وتعالى سلك طريقا وسطا خيرا من هذه الطريق التي تقريبا يعني سلكها ارباب المذاهب المتبوعه المشهوره. منهم العلامه الكبير الفقيه عبد الكريم زيدان الذي توفي رحمه الله قبل اي اسابيع يسيره رحمه الله عليه رحمه واسعه وجزاه الله عن الامه وعن العلم الشرعي خير ما جزى عالما عاملا وطيب الله ثراه. العلامه عبد الكريم زيدان في رسالته للدكتوراه اسمها احكام الذميين والمستامنين والمعاهدين جنح الى راي الزيديه الذي تلوته على مسامعكم، الزيديه قالوا يجوز في الامصار التي مصرها المسلمون يجوز لغير المسلمين ان يتخذوا دون للعباده لكن بشرط ان ياذن لهم الامام في ذلك ورجح راي المالكيه الذي ذكرناه في ايه؟ في موضع اخر، المهم بشكل عام كان متسامحا اكثر من الاتجاه وطبعا استدل باشياء استدل باشياء منها ادله صح انت تقول دليل عقلي لكن دليل عقلي مستند الى النقل مستند الى كتاب الله، قال العلامه زيدان من البعيد جدا بل من غير المعقول والمقبول أن الإسلام يقرهم على عقائدهم. هي هو الخوف في إيش؟ ما الذي ننكره نحن أكثر؟ مين أهم دائما العمل أو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو أهم شيء، طب يا أخي الإسلام أقرهم على عقائدهم. يعني النصارى يقولون مثلا إيه؟ بالتثليث، يقولون إيه؟ بالف... بالفداء الكفارة وبالفداء، يقولون بأن عيسى إبن الله، وبأن عيسى والإسلام قال هذا دينهم. نحن نتركهم وما دانوا. إن حسابهم إلا على الله حسابهم في الآخرة ليس إيه علينا ولا إلينا انتهى طيب إذا الإسلام أقرهم على ذلك نحن نأتي الآن نقول ليس لهم الحق في اتخاذ دور عبادة للأسف هتركنا الوقت لكن قبل إيه أن أمضي لا بد أن أذكر أخواني بالآية الجليلة من سورة الحج قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذه الايه فيها مذهبان مشهوران من مذاهب التفسير رجح الامام العلامه ابن قيم الجوزيه مذهب الحسن البصري قال وهو الروايه عن ابن عباس وهو ظاهر لفظ الايه وليس فيه ما ينكر وليس فيه ما يرد ايش الايه بتقول بتقول كما قال حسن البصري يدفع الله تبارك وتعالى عن متعبدات يعني معابد عن متعبدات غير المسلمين بالمؤمنين المؤمنين يجاهدون يا اخواني لكي يضمنوا لغير المسلمين حريه ان تكون لهم دور عباده وان يتعبدوا فيها موفورين امنين سالمين ما في بعد هيك من تسامح وما في بعد هيك يا اخواني من عظمه وسعه صدر وسعه صدر هذا الذي رجحه الامام ابن قيم الجوزية وقال هو ظاهر الآية ظاهر الآية والله تبارك وتعالى أعلم إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة من آفاق أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته